السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس راهو معانا. نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وهي على المدرب اللي كان حاكم المنتخب الوطني غلطه في الدوره، نادي شيحانيه الناشط في الدوري الدرجه الثانيه القطريه، وضع خيارين للعارضة الفنية للموسم القادم وهما اليمني قيس صالح وجمال بالماضي، يعني وين حطوا جمال بالماضي وحطوا هذا قيس صالح هذا اونترينير اليمني، يعني وين حسب يعني استاد نيوز الجزائرية، مستاد نيوز الجزائرية. إدارة الشيحانية اتفقت بالإجماع بإسناد المهمة للمدرب اليمني الذي يشغل حاليا يعني منصب مساعد مدرب المنتخب اليمني الأول، والذي يشرف على عارضته الفنية المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، وبالتالي الخيار بالماضي سقط في الماء. شوف كيفاش حتى يعني رغم انه احسن مدرب في افريقيا، هي الحمد لله يا ربي الجزائريه اللي دارت له اسم، الجزائريه اللي دارت له اسم، احنا ما نكرور يعني المهم كوب دافريك 2019 بصح ثلاث نكاسات، هاو ثلاث كوب، هاو لو كنتم مدرب يعني انا مخطره قلت له كنت تخدم ماناجير تجي عليك نورمال خطيك من التدريب هربت لك، هذه هي شعملوا علي يقول لي مدرب هذا كاتريام في الموند، يا ودي 2019 كانوا لي زونترينام قليلين ماشي في الموند، موراها وين في لافريك ومكاش مالك مدرب لي ما مدرب لي ما لي في مباريات حاسمه ما يربحش وما يقراش مباريات، دير شندير به ما عندي ما ندير به، هيا لو راهي في الدور الثاني يعني في الدرجه الثانيه قاطر وما قبلوش، خيروا مدرب وقت اخر ما داوش هو، عرفتوا كيفاش؟ يقول لي باهي يشكي الله يسهل عليه، علاش دخلني؟ يا جماعه هذه تاع يروح يشكي هذه انتوما كم غالطين غير يروح يشكي هكا حاسبينها سهله ولا كي كاش كاع منها هذه تاع يشكي مسلسل وصايك مسلسل انا نقول لكم ماشي هو دار هذا المسلسل، لا راكم غالطين ماشي هو دار هذا المسلسل، هذا المسلسل ماشي هو داره، الناس غالطه نقول لكم هذا المسلسل تاع مدرب ومن نبيل ويشكي، أنا نقول لكم فاش جاي، هذا المسلسل يعني بعد ما خرجت الفضيحة تاع لونترينير هذاك سمو جيرونا هذاك الإسباني هذاك، يعني خرجوا قضية تاع إبراهيمي مامتش الخامسة ما مشاتش، كي والو، إبراهيمي مامتش الخامسة ما مشاتش، كي والو، ما كاش عندها صعدة كبير، إي فماك لعبت إي فماك وتكاموفليت، ما كان لا من لا، قالك جامعة في اللوطو، جامعة في الكار، جامعة في الكار، إبراهيمي جامعة في الكار، من بعد قعدو يدبرو في خطة باش يوجهو الرأي العام جهة وحدة أخرى، خرجو قالك خرج في هاديك مورا، في ديك الضربة معزوزي قالك لونترينير باه يروح يشكي. وإلا ما راح ششكا ما عندوش شخصية، شو كيفاش يطيح لهم القيمة تاعها، تما روح شكي ببلادك، وإلا ما شكيتش ببلادك أنا كون جيت في بلاصة لونترينير هذاك، على بالك شندير، خذ ديريكت، دير ندوة صحابي، إيه كاش دخلك أنايا، شخصية ماشي شخصية، تما نشكي ببلادي، هنا تربح طاشا تربح، نتا بالماضي، طاشا تربح غاشي كنت تخرج ديريكت بصح ما عجباتك. من بعد يخرجوا يدوروها قال لك اه باين راه يشكي، لا ماشي باين راه يشكي، هذا مسلسل مخليينه، الاتحاديه الجزائريه كي جابت فلاديمير
تما قالوا له نبي تشكي روح اشكي لروك نجري على عمرك هذه هي ويلا اشكي الله يسهل عليها هو راه عارف سبحان الله اونت يا الا اشكي الله يسهل عليها هذه بالتعليقه وانا قلت لكم اللي ما يشكيش راني قايل لكم اللي ما غاديش يشكي اذا راح يشكى تبقى داخل في حيط متالي كاع الى شكى الى شكيت الى الواحد شكيت انا نقولها لك اودي راك خاسر مربح ومجي نضرب نقولها لك خطيك انا لا عليك خطيك اودي يعني هذا الموقع قطري مين قطري موقع منين قطري كيما ذاك اللي كان قاضب لاكاديمي تاع 5 مليون تاع عبد العباس قال لهم ارسلوا لي الدراهم تاعي في قطر فاهم راك فاهم ولا مش فاهم اذا مش فاهم روح عاود اقرا انا نقول لك قلت لا شك على بالك هي قطر هي اللي دارتها هذا هذا الاخرى كيسموها هذا الشائعات شائعات كلش مخدوم كلش مخدوم كلش مخدوم كلش مخدوم بصح نقول لكم يخرجوا ناس وحدة اخرين يعايروا في القنوات الجزائرية انا مانيش ندافع على القنوات الجزائرية ومانيش ندافع على الصحافة الجزائرية مانيش ندافع كل واحد يتحمل المسؤولية تاعو بصح ما نخرجش انا ما نعايرش الاعلام الجزائري نورمالمون ننتقد الإعلام نتايا كيسموك بوطمين لبيت تنتقد انتقد الإعلام انتقد صاحب المصدر خاطش ما عطوكش تعاير للخضرة بوطمين ما نجيبش تعاير الناس خاطش المصدر خارج محذاك المصدر كان خارج محذاك وهو لله هاكو عايرت وخرجت عايرت ونعلو نتوما ومنا هاكو عايرت كيما نظري تعاير باللغة العربية بطمين الماتش يتعاود وخرجت عايرت كنت تاقد بقوة خاطر على المصدر جاها قدام يموح يفرح كلش مخدوم على بالي على نقول كلش مخدوم على بالي على كلش مخدوم ما كان لا تلعبوها لنا أين نهدر معاك أنايا أنا أين نهدر معاك عاطو صوالح هذه هي الحقهم ثلاثة اللي خرجوا هذوك فرحانين عنده الحق يدي حقه عنده الحق عنده الحق ايوا يا تبعي عنده الحق تاع حق مشي داير مشي عارف وتهضر على واحد داير 14 مليون اورو حياتك كامله جدك وما داهاش في الجزائر جد ثلاث جدود الى عندك ثلاث جدود لاربع جدود ما داوهاش وانت تجي وما تلحقهاش 14 مليون اورو في 5 سنين راك عشتي 14 مليون اورو في 5 سنين غير فم يقولها غير فم يقولها معليش كل شيء جاي عزمينا سهلة وإذا جاي بوقتها نقول لك
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.